فيكم مرة ثانية وبرنامج مستر ماسلز، وحلقة اليوم راح تكون تكملة لمشوار حوارنا ولقائنا وتماريننا بإشراف الكابتن والمحترف الكويتي أحمد أشكناني. بعد الفاصل راح نواصل تمارين الأكتاف، أكيد والأداء كله يعطي العافية حمد الحسان اللي قاعد يؤدي التمارين بإشراف محترفنا أشكناني. بعد الفاصل نبدأ معكم تماريننا، تابعونا. من بعد الفاصل معاكم مره ثانيه وبرنامج مستر ماسلز، نكمل مشوارنا مع المحترف والكابتن الذهبي احمد اشكناني. يسمونه سفاح الذهب. عدل ام عدل؟ هو ايوه بالبدايه كانت السفاح، بعدين صارت سفاح الذهب. ان شاء الله طول عمرنا كذي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. ومعنا ايضا ان شاء الله بطل المستقبل واكيد كانت احتراف قريب ان شاء الله يا رب، حمد الحسان. يعطيك العافيه، قواك الله. تعبت معنا اليوم وايد ولا مو تعب؟ ها ان شاء الله يا رب باذن الله توصل صوره حلوه حق كل مشاهدين برنامج مستر ماسلز باشراف كابتن احمد. كابتن احمد بندش بالتنويع على طول، لان الجزء الثاني بنتكلم عن ارنولد كلاسيك. التمرين الاخير طبعا، وما في شيء اسمه التمرين الاخير، في وايد تمارين، بس باختصار غطينا الامامي والجانبي. الحين راح نلعب حق الاكتاف الخلفي، لكن باستخدام الدامبل. طبعا في عده طرق حق التمارين الكتف الخلفي، سواء دامبل، اجهزه بالبار. اليوم احنا راح نوريكم بالدامبل والافضل طريقه حق الاستخدام. طبعا في كذا حركات، في هي الفتح وفي السحب. احنا راح نسوي اليوم طريقه هذه الفتح، اي اكثر من راح نسوي طريقه الفتح باستخدام الدامبل مع تغيير بسيط في تكنيك الحركه. حلو حلو. بالبدايه يلا اخذ الضرب. بالبدايه اولا لازم الوقفة. يكون في ثانيه بالركبه، هذا رقم واحد. رقم اثنين راسك صدرك فوق وجسمك يكون سيده، يعني 90 درجه ولا 95؟ مرتفع شوي، مرتفع شوي، ما يكون 90، 100 درجه. ايوه، لكن في ناس هم يعني من الله في عنده، يعني يكون في عنده حدبه بظهره، لكن كثر ما يحاول انه يفرد صدره يكون ظهره سيدة عشان يشتغل عندنا الكتف الخلفي 100%. اللي هو المنطقة هذه. ايوه. الحين راح اوريكم الطريقة العادية. تعب الرياض. اوكي، وقف. هذه الطريقة العادية. حلو. الطريقة الأصعب انه رد الوزن. مع بداية الوزن يكون في فرة. لا صعبة وايد هذه. هذه أصعب وأقوى انه يشغل. ليش اقوى؟ يشغل هذا، تكون زاويته اصعب. إيه؟ ويشغل 100% الكتف الخلفي. اكثر الاخطاء الشائعه في هذا التمرين انه يرد الايد لورا او يلزق، لانه يتعب الواحد فيحاول يبوظ. بس وهي الافضل انه يكون ذراعك على مستوى التكتف. مثل الرجل الالي يصير. ما ترجع فيها. ايوه، يكون لبرا، ما يرجع فيها لورا، لانه راح يشغل عضلة الظهر، واحنا الهدف من التمرين نشغل العضلة الخلفية. فخلنا نشوف التمرين هذا تو سويته الحين. سوى حمد، اقدر اسوي نفس التكنيك بس بالطريقة مع فرة. هذا احنا فتح راح نسوي. ايه؟ بس السحب، لا السحب لان ما له داعي بالشكل هذا، ما له داعي كلش الفرة. ايه، ما له داعي. حلو. بس بالفتح هو اللي ممكن تغير هذا ويكون اقوى وافضل حق العضلة الكتف الخلفي. حلو. حمد تذكر اول مره لعبت التمرين هذا؟ تذكر؟ ناسي. ابي اعرف شو لعبت اول مره، غلط ولا صح؟ اكيد غلط. اكيد غلط. ان شاء الله رب مشاهدين اللي معانا يشوفوا التمرين صح وما يكون غلط عليهم. احنا بناخذ فاصل، لكن الفقره الجايه اللي اخر البرنامج راح نتكلم عن بطوله مستر او ارنولد كلاسيك اللي حقق فيها احمد شكناني الذهبيه، واكيد كان انجاز جدا جميل على مستوى المحترفين. فاصل ونواصل معاكم. وضعية الرابعة، الجنب الثاني، نفس ما قلنا الريل اللي صوب التحكيم حكام تكون للأمام،
الريل الثانية تكون للخلف مع شد البطات، الكتف مشدود، الذراع لا تنسى تشدها، تسحب خصرك معدتك وتميل شوية مع، لا تنسى كتفك الثاني يكون مشدود مع الذراع، لا تنسى تشد جنبك الثاني. من بعد الفاصل معاكم اكيد مشوارنا يتكمل الحين ان شاء الله مع احمد شكاني، ولكن مو تمارين، في حوار عن ارنولد كلاسيك. كلمنا عن البطوله هذه. اولا بطوله ارنولد كلاسيك للمحترفين، ركز على كلمه محترفين لان نعم. عاده بطوله مستر اولمبيا وبطوله ارنولد كلاسيك في محترفين وهواة، فرع محترفين وفرع هواة. ايوه حلو. فعاده بطوله ارنولد كلاسيك المقامه في ولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوهايو كولومبوس، هي تعتبر ثاني أقوى بطولة بادي بيلدينج في مجال المحترفين. نعم. هناك تكون يعني أول واحدة مستر أولمبيا اللي تقام في فيغاس كل سنة، ثاني أقوى بطولة هي بطولة أرنولد كلاسيك. يعني إذا قلنا كأس العالم أبطال أوروبا. أيوة تقريبا من الشكل هذا. حاول أقربها شوية. فالحمد لله لك يا رب. الحمد لله ان انا شاركت البطوله هذه، مع انك كنت شويه متردد بما لان اخذت الفضيه، اخذت فضيه تاهلت على دايركت حق السنه اللي وراها. ناس قاعد تقول لي لا ريح خاف انت متاهل حق بطوله مستر اولمبيا، لكن انا يعني بيني وبين نفسي قاعد اقول ليش انا توني صاير محترف، اذا ما اشارك في بطولات الناس ما راح تعرفني. وتبي سي في، وابي سي في، وأبي إذا رحت أولمبيا إنه مو من السنة اللي طافت أنا ثاني متأهل. نعم. أبي أروح وما أخذ يعني عندي باور قوي حق البطولة هذه. وهم الاحتكاك يولد نقدر نقول الخبرة. أيوة، وتصير عندك أنت تشوف شنو قاعد ينقصك. الأغلاط والصح والغلط. وسبحان الله مشاركة في بطولات عدة، إن كل بطولة عن بطولة طبعاً اللاعب اللي ماشي صح إنه يشوف التطور ويشوف نقاط الضعف عنده في كل بطولة، فهذا من الشغلات اللي أنا قلت لازم العب. من الشغلات اللي انا حبيتها انه يا واحد يمكن كلنا جيلنا كان هو المثال اللي خلانا نحب فيه كمال اجسام ارنولد، وسوى كذي مع احمد شكناني. العاده احنا نحب نروح نصور مع مشاهير، فمبارك هالمشهور. شوف يعني انا طبعا هذا يعني من احد اسعد لحظات حياتي، يعني انه شخص مثل ارنولد هو مو مساله رياضي، هو بالنسبه لكمال اجسام هو اسطوره، بالنسبة حق التمثيل هو أسطورة، هو هم فترة فترات كان حاكم ولاية كاليفورنيا، فالشيء حلو لما واحد مثل شخص مثل هذا يصور مع لاعب عربي وخليجي وتحديدا من الكويت. طبعا أنا جدا فخور إن أنا صورت معاه. هو صور معك على فكرة. صور معك وتكلمنا، يعني في وايد ناس يعني ممكن عنده حلم انه مثلا يصور مع ناس، بس لما انت تتكلم مع الناس اللي تحلم انك تصور معاه، هو يصور معاك ويتكلم معاك ويضحك وتغشمر ويعطيك الكاس. كلمه قالك اياها ما نسيتها كلش، نصيحه. شوف هو في كلمه طبعا ضحكنا انا وياه يوم عطاني الكاس وايد عود. فيوم عطاني الكاس يقول لي انت وايد محظوظ لان يعني ان الكاس طولك، فكانت غش ورا شويه ضحك، لكن للامانه قاعد يقول لي انه طبعا قاعد يسالني انت في نقاط، انه هو قبلها بسنه هم كان معطيني، هو اللي معطيني كرت الاحتراف بنفس بطوله في ارنولد كلاسيك بس استراليا للهواة. فقال لي ان في نقاط ضعف انت عندك عدلتهم، مثلا البطن وشلون تعكم البطن. فكنت يعني قاعد اقول حق الناس ان انا والله خير. اشتغلت على نقاط الضعف اللي عندي، حاولت ان اعدل اسوي تمارين كذي، فلله الحمد حتى يعني قال لي بوزاتك وايد زينه، ثقتك بالمسرح ممتازه، فالشيء هذا اعطاني حافز ان شاء الله حق مستر اولمبيا. ان شاء الله شهر 9 بدعواتكم، توفيق من رب العالمين ان شاء الله يا رب، وان شاء الله باذن الله نرفع راسكم مثل تاخذ ذهبيه المره باذن الله. يعني الكاتب رب العالمين راضي فيك ان شاء الله يا رب. قواك الله كابتن احمد، يعطيك العافيه. استمتعت معك للامانه، مو جمل اقولها حق الضيوف، لكن فعلا استمتعت معك على مدى حلقات معاكم، وان شاء الله نكون فدنا المتابعين واستمتعوا معنا.
ومبارك عليكم الشهر مره ثانيه، وعسى الله يعود علينا وعليكم بالصحه والعافيه. اللهم امين. قبل صيامكم الوعد معاكم ان شاء الله باكر في برنامج مستر مصلز. في امان الله.